إلى ملفنا لهذه الأمسية، الموضوع الخاص بغياب الإطار القانوني لتسويق مكملات غذائية وكذلك الأعشاب والزيوت الطبية هنا في الجزائر بعد أن طفت على السطح خلال الأيام الأخيرة إشكال كبير يتعلق بمكملات غذائية أنتجت هنا في الجزائر وتم توقيفها لغياب إطار قانوني، وكذلك الحديث عن هذه الحشائش وكذلك الزيوت الطبية التي تباع هنا وهناك، من يضبط هذه التجارة؟ للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ عبد الرزاق عقباش، أستاذ المدرسة العليا لعلوم التغذية وتطوير الزراعة بالعاصمة. مساء الخير، مرحبا. ومعنا نجيب بطام محامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مساء الخير، مرحبا. أهلا وسهلا. البداية إذن مع صاحب الاختصاص، صاحب الدكتورة في المكملات الغذائية الأستاذ عقباش. أول شيء في الجزائر هنا، هذا القطاع أو هذا التجارة لمن تتبع؟ القطاع التجارة أم قطاع الصحة؟ لأنه غرض منها صحي بطبيعة الحال، ولكن حاليا هذا القطاع تابع لوزارة التجارة. هذا حتى نستناو في القانون الصحي الجديد، راهم اشارات يقولوا باللي كاينين اون باساسيون من وزارة التجارة لوزارة الصحة، مي حاليا راه يتابع لوزارة التجارة خاصة المديرية العامة لجهة البيار. دونك بمعنى انه هذا المواد تباع في الصيدليات؟ لا تباع في الصيدليات، لا. المشكل وين؟ ماشي وين تباع المواد، المشكل انها الوزاره المشرف على لي برودوي هذو. اذا نفس المنتوج نقدر نلقاه في الصيدليه ونلقاه عند اللي يبيع الاعشاب ولا نلقاه عند المحلات التجزئه. نحضر بزاف الاعشاب كاينين محلات التجزئه اللي غيسامون ايزون في لو جور. دونك المشكل مش وين تباع المنتوج، المشكل ان التعريف تاع المنتوج في حد ذاته والمكونات تاعو، ليس وين تباع المنتوج. طيب لماذا هناك غياب لإطار قانوني بما أنك مختص في هذا المجال؟ على هذا الغياب هنا في الجزائر، إطار قانوني يضبط هذا التجارة، تجارة المكملات الغذائية، هذا الحشائش، هذا الزيوت الطبية؟ هو حقا نقوله باللي الدومين هذا هو جديد، ما في العالم دومين جديد، لأن يعني المشكلة هذا ماهيش الجزائر باقي تعاني منه، من عدة دول تعاني منه، لأنها الامباكت ايكونوميك مكري كنا نداويو بالاعشاب، كانت الاعشاب نستعملوها بطريقه خام. دوك مع التكنولوجيا ومع لي بروسيدي تاع ديكستراكسيون لي بروسيدي تاع ديفلوبمون دو نوفو برودوي، خرجنا شغل المواد هذه طبيعيه بشبه صيدلاني. واذا هنايا كاين الغموض، الشكل الفيزيائي نتاع البرودوي كشكل صيدلاني ولكن المكونات تاعو طبيعيه. بعض الدول اللي مسبقين احنا من جهه النوعيه عارفين كيفاش يتعاملوا مع هذه المعطيات الجديده، والدول الاخرى راهي جوستومون في طريق باش تتبع الدول هذه، منها الجزائر. لا لا، كاين باش نقول لك بلي كاين حوايج نداروا. مثلا في الكود تاع ريجيست كوميرس تاعنا ما كانش كاين مكملات غذائيه، مي يا كلكو موا عندها بارتي المودوت، الله اعلم المودوت، وزاره التجاره زادت صناعه المواد، صناعه المكملات الغذائيه في الترقيم تاع نشاطات. تحول الاستاذ نجيب بيطام، لماذا دائما نفس السؤال، لماذا غياب هذا الاطار القانوني اللي يضبط هذه التجاره اللي عرفت انتشار رهيب خلال هذه السنوات الاخيره؟ وهل يعاقب القانون من هم ينشطون في هذا المجال بطريقه مشبوهه؟ لانه تعدت الامور، اصبحت الى وصلت الى درجه الدجل والسحر. بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال هذه المواد. نعم، تكمله لما جاء به الاستاذ عقباش، هو ربما ما نقولوش الاخرون غياب الاطار القانوني. لما نرجعوا للمنظومه القانونيه الجزائريه، نظام القانون الجزائري، نعم، فيه قانون 0903 المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش، حمايه المستهلك، العنوان تاع القانون حمايه المستهلك. لكن الاشكال اللي مطروح الاخ هارون في جمود اليات الرقابه كما تفضل الاستاذ، التابعه لوزاره التجاره. لما ترجع للقانون هذا 0903 يتكلم في الماده 35 على المخابر التابعه للوزاره المعنيه بالرقابه، والرقابه تكون قبليه وانيه ولاحقه عندما يصل المنتوج او هذا المكمل الغذائي للمستهلك للمواطن. احنا اليوم الزوبعه هذه والضجه اللي ثارت، احنا ماناش اخصائيين، ماناش عارفين هذا المنتوج هذا حقيقه مكمل غذائي ام يحمل، ساعه يقولوا دواء، ساعه يقولوا مكمل غذائي، ساعه يقولوا راهو عشبه. هذا هو الاشكال، على حتى العلب اللي سوقوها، اللي سوقوا بها ما فيهاش الوسم، الوسم اللي تطمئن له تاع تروح تشتري سياره بيجو فيها لو سيجل تاع بيجو، ما فيهاش السيجل تاع السياره واحده اخرى. وكيف يجي هذا الوسم، هذا التعريف؟ القانون موجود، غياب اليات الرقابه.
جمود اليات الرقابه القبليه. انت اليوم حاب تسوق منتوج مكمل غذائي، ها راح دير تطلب رخصه لانك راح تبيعه في الصيدليات. علاش تخير الصيدليات؟ لماذا؟ لان الصيدليه تبعث الطمانينه في نفسك وفي نفسي في نفس المستهلك. صحيح. لما نروح للصيدلي نقول هذا راهو الصيدلي راه طبيب راه دكتور في الصيدل، يعني المنتوج هذا راهو اطمأن له هذاك الصيدلي قبل ما يبيعه للمستهلك. لماذا نختار الصيادله؟ لكسب ثقه المستهلك. ولكن السؤال مطروح من بعد، هل هذا المنتوج اللي يعرضه الصيدلي للبيع هل خضع للرقابه القبليه ام لا؟ في هذه النقطه استاذ، في هذه النقطة الرقابة، احنا في الجزيرة عندنا أكثر من 3000 منتوج في الدومين هذا، مش نقول لك يعني العدد راه كبير وكبير جدا. الرقابة في الدومين هذا صعيبة بزاف، صعيبة بزاف حتى في العالم. الأستاذ كان يحكي على الرقابة القبلية، الرقابة القبلية هي عبارة عن أوراق، معناتها المنتوج هذا راح نمبورتيوه ولا نعملوه هنايا، نقولوا جو بي سيرتيفيكات كونفورميتي، جو بي سيرتيفيكات سيرتيفيكات كومبوزيسيون، النوعية الميكروبيولوجية تاع المنتوج، دونك هذه أوراق. ونقولوا تجيب لي عينه علاش باش نشوفوا اولا لومبالاج، دونك المحتوى نتاعو واش مكتوب فيه، واش كل دوز مكتوبين، مكونات مكتوبين ولا، وثانيا كون نديروا تحاليل نديرهم عينه هذيك. انا نظن بلي المشكل مش هنايا، المشكل كثير مش هنا، لان هذا الزوبعه هذه كامل ماهمش لا كلاسيفيكاسيون تاع لي برودوي اللي عندنا، هذه نقدروا نحلوها دي جور لوندما. قال نديروا اون ليست تاع لي بلونتي نقدروا نسوقوهم عند العشابين، اون ليست تاع لي زانغريديون لي ماتيير اللي لازم يتباعوا عند لي فارماسي. المشكل مش هنايا، المشكل الكبير هنا في الجزائر هو الاحتيال، معناتها من لي برودوي اللي عندنا اولا لي فرود، معناتها لي برودوي يقول لك طبيعي وحنا ما نلقاوش فو طبيعي. هنا اونتر كيومي على كل حال فو با جينيراليزي، الاحتيال هذا راه يخص بالك بورسونتاج صغير من اللي يخدموا لي برودوي ولا اللي يمبورتيو لي برودوي اون جينيراليز با. من المشكل كيفاش نلقاو المحتالين، هنا اللي وانا صعيبه بزاف، معناتها تهز ان برودوي باش نروح للمخبر نقول له هاك اعطيني المكونات تاعو تاع المنتوج هذا. المخبر ما عندناش مخابر في الجزائر اللي لحقوا لي ان سيرتان بوان يقول لك ها هي لا كومبوزيسيون ديتاي تاع البرودوي، الا اذا نقول له هاك البرودوي هذا وشوف لي المكون الفلاني لا كاين ولا ما كانش. هنا نسهلوا العمليه كبيره للمخبر. اذا المشكل الكبير هو المشكل في الاحتيال وفي لي فرود اللي راهم يداروا حاليا في بعض المنتوجات اللي سبق علينا الهضره هضرنا عليهم وبعض المنتجين باش ما نعموش على كل. طيب في ظل هذا الغموض استاذ بيطام، كيف تسوق يعني هذه المنتوجات؟ اذا كان منتوج يحترم كامل المعايير كيف يسوق بهذه الطريقه؟ طريقه يعني صحيحه في ظل الغموض اللي تكلمت عليه. هذا هو التساؤل تاع المواطن العادي، المواطن المستهلك. وين يلقاه المواطن؟ المواطن يقول هذا المنتوج هذا فوتوه في وسائل الاعلام وتكلموا مسؤولين عليه وعطوا ضمانات عليه، وفجاه يتضح ان هذا المنتوج يمس بسلامه المستهلك ويتعين سحبه من السوق. فيتساءل المستهلك من الذي رخص وكيف رخص لتسويقه من البدايه. علاش قلت لك انا غياب الرقابه القبليه منصوص عليها في القانون تاع حمايه المستهلك، وكاين مخابر تابعه لوزاره التجاره. هل السؤال مطروح، هل هذه المكملات اللي راهي معروضه الان في الاسواق بلا ما نشخص، ما نقول لا مكمل الف لا مكمل باء، كل المكملات هل تحمل في العلبه نتاعها لما تروح تشريها اشاره بانها خضعت لرقابه المخابر المعتمده من قبل الدوله ام لا؟ على هذيك يحطوها في الفارماسي باش تبعث طمانينه، وكان جا فيها الوسم تاع المخابر يتبيعها حتى في المارشي برا. بعض من الصيدليات اللي تبيع هذه المواد خارجه عن القانون، متواطئه في 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 ظل غياب النصوص الردعيه، متواطئه بطريقه. واش يهمه هو دروك؟ يعني مع احترامي الاغلب الصيادله، يهمه الربح ويهمه رغبه المستهلك، قانون العرض والطلب، المستهلك يطلب هذا المكمل لازم نوفره له. السؤال اللي مطروح، هل توفر ذلك المكمل الاصيل الاصلي ام توفر منتوجا تاع الكونتر فاسون تاع المعجون الاسنان يا اخي تروح تشريه من الفارماسي؟ صحيح. هز الموديل الف وقارنه بالموديل الف اللي يجيبوه من اوروبا، ماهوش كيف كيف، كي تضعه في فمك ماهوش كيف كيف ويحمل نفس. طيب كثير من المواطنين يلجؤوا للمحلات خاصة بهذه الاعشاب، هذه المحلات محميه بثقه في قانون التجاره انها مسموح انها تسوق هذه المنتوجات اللي قلت انت انها ما تحملش حتى التعريفه والمكونات؟
هذا واحد من المشاكل اللي عندنا، لان نرى هذه المحلات تقريبا في كل حي تجد محل المحلات من هذه المحلات. شوف تعرف الفراغ وراها سي هارون بعد اذنك استاذي المحترم. تفضل. لما تروح القانون 09-03 يتكلم في الماده 4 يقول لك يجب على كل متدخل في عمليه وضع المواد الغذائيه للاستهلاك احترام الزاميه سلامه هذه المواد. شوف الفقره 2 واش تقول، تحدد شروط الكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية عن طريق التنظيم. وين راه التنظيم؟ داير قانون في 2009، وين راه التنظيم؟ اللوائح التنظيمية اللي تحدد هذا المنتوج. يجب أن تتدخل السلطات ممثلة في الجهة الوصية على هذا القطاع اللي يحمي المستهلك، تتدخل كل ما يجي منتوج أو حتى نقل، يعني مسؤولية هذا القطاع من التجارة إلى الصحة من خلال قانون الصحة الجديد وحمايه المستهلك. هكا جات التسميه تاع هذا، لازم رقابه قبليه الاخ هارون. قبل ما تعرض هذا المستهلك، هاتوا هنا نعرضوه المخابر، دير ملف المؤهلات تاعك، المنتوج هذا اللي راح تسوقوا المكمل هذا واش التركيبه تاعو، ها نبعثوه للمخبر. المخبر لما يوافق يقول ما فيهش مواد ضاره بصحه المستهلك. طيب نعطيك الموافقه. الاستاذ عقباش انت مختص في هذا المجال، انت دكتوراه تاعك في المكملات الغذائيه. نعم. هنا في الجزائر انتاج مكمل غذائي كيف يتم؟ يعني في هذه الخطوات تتصلوا بالمسؤولين، في تواصل مع وزاره التجاره؟ حاليا انت تصنع مكملات غذائيه؟ حاليا انا قلت لك حاليا تسوق منتوج جديد ابري ديفلوبمون تاع برودوي نديوه لوزاره التجاره، دونك المديريه العامه في لبيار. وزاره التجاره راح يطلبوا لنا تحاليل ميكروبيولوجيه، معناتها المنتوج هذا ما فيهش مكونات، ما فيهش البكتيريا الضاره باش الانسان، ماهوش تحاليل كيميائيه واش المكونات تاعو. دو بوان في ميكروبيولوجي ما فيهش مكونات كيميائيه الميكروبيولوجيه اللي ضرب الانسان، حاجه. ثانيا يطلبوا لنا بروتوتيب تاع لومبراج، معناتها عينه من لومبراج تاعنا باش يشوفوا واش هما المصطلحات اللي حاطينهم في لومبراج تاعنا. هذا واش راه يندار حاليا، ويطلبوا عليك ابري شاك. احنا عندنا ديال ورق، ما فيش صعوبات حتى في العالم كامل هكذا تندار. المشكل المشكل مش هنا، حتى في كندا. انت كنت في كندا هكذا بهذه الطريقه يتم انتاج مكملات غذائيه؟ يتم لا مش بهذه الطريقه يتم انتاج حقا، التسويق تاعها مش بهذه الطريقه. كيف كندا على الاقل نمد المشاهد كيف تتم الطريقه في كندا؟ طيب في كندا كي تكون ديفلوبي نوفو برودوي، تخرج منتوج جديد ديال الاسواق، ديال وزاره الصحه في كندا، وزاره الصحه اللي حكمته، وزاره الصحه تشوف المكونات تاعو. اذا المكونات معروفه، عندها اون ليست تاع تو لي زانغريديون ناتورال، مكونات معروفه ولي دوز تاعهم معروفين. اذا راك داخل في البرنامج هذا في الطابلو هذا، تعطيك لوتوريزاسيون في لي زور كي فيان ولا في لي جور كي فيان، لان المنتوج معروف. اذا جبت ان بلونت اللي ما يعرفوهاش ولا مكون ما نعرفوهوش ولا خلطه كاين انتراكسيون ما بين لي كومبوزون اللي شويه تقدر دير لنا مشاكل، تقول لك لا هنا لازم نديرو تحاليل سوبليمونتير ولا نديرو سكون ابيل لي زيتود كلينيك، معناتها نديرو دراسات معمقه على الحيوانات باش نشوفوا اولا المفعول تاع المكونات، وثانيا باش ما يكونش ضرر على الانسان. ويكون هو سمع اللومبالاج باللي راهو خضع لهذه الخبرات هذه. بطبيعه الحال. هذا اللي خاصنا احنا في الجزائر. ولكن في الدول الكامل كاين ثاني باش الجمعيات. الجمعيات اللي عاونوا بزاف. احنا نهضروا غير مشاكل ما عطيناش حلول. انا من بعد ما درنا الروبورتاج تاعنا المره اللي فاتت حقا اتصلوا بيا الخبراء والعشابين والباحثين، قال لك لازم نقولوا نلقاو حلول. وتلاقينا وهضرت معاهم وشفنا جميع الفئات، لي ديتايون لي غروسيس لي امبورتاتور لي فابريكون، تلاقينا وهضرنا كل عندهم حماس باش يقول لك حقا معترفين باللي كاين مشاكل، ولكن حنا الاولين نحبوا ننظموا المشاكل، ما لقيناش شكون اللي يعاوننا، ما لقيناش طريقه كيفاش، لان كاين بعض من العناصر وبعض من المنتوجات اللي راهم دايرين هذه الضجه هذه كامل. قال لك كيما نقولوا هذه المنتوجات فسدت عليكم، اصبحتم انتم في قفص الاتهام. اصبحتم وزاره التجاره غلقت المحلات كامل، هذا اكثر من 15000 محل غلقت الاسبوع الماضي، 15000 محل، 15000 عائله تاكل منها. احنا في الجزائر اللي جبنا درك منصب عمل واحد مرحبا به، مانيش ولا بابزو باش نغلقوا مناصب عمل، ولكن ما بقيناش في البو هذا. قلنا اذا لازمنا نكريو منظمه، وهذاك هو الحق. درنا منظمه، انا بروسيس دو كرياسيون، دونك انا حين نكريو المنظمه، شفنا جميع الاطراف باش نمثلوا جميع الاطراف. منظمه خاصه بمنتجي مكملات غذائيه. نعم، سميناها المنظمه الوطنيه لترويج وتنظيم المواد الطبيعيه. دونك سي لاسوسياسيون ناسيونال دو بروموسيون اي دو ريغولاسيون دي برودوي ناتوريل. لكن هنا بشرط اعضاء المنظمه شكون هما اللي يعني صح. المنظمه فيها جانبين، فيها الاعضاء
الاعضاء السيدنا كي قانون الجمعيه السيدنا باش نكونوا من على الاقل 12 و15 ولايه، والسيدنا باش يمثلوا جميع الاطراف، معناتها كاين دي شيرشور لونيفرسيتي، كاين دي زيكسبير، كاين دي بروديكتور اللي يصنعوا، كاين اللي امبورتيو، كاين اللي داخلين كامل في السيكتور. حبينا باش يكون الاطراف كامل ممثله في الاوضاع. وكاين لو بلوز امبورتون في المنظمه سي موش لاسبي تكنيك، لا لاسبي جوريديك، سي لاسبي تكنيك. درنا سكون ابيل كونسي دو كونسي تكنيك سيونتيفيك، معناتها درنا اكثر من 30 باحث وخبير، منهم صيادلين مختصين، منهم اطباء، منهم درنا يعني طاقم لا باس به في الطاقم العلمي. وشو هو الغرض تاع المنظمه هذه؟ المنظمه هذه ماهيش وزاره الصحه ولا ماهيش وزاره، ما تقدرش تعطي، هي سان برا دروا سان سوتيان. واش دير المنظمه هذه؟ اولا رايحين اون فا سيرتيفيي، شكون سيرتيفيي نعتمدوا، وشكون نعتمدوا؟ نعتمدوا جوج حوايج، نعتمدوا المنتوجات اللي راهم في المارشي تاعنا، ونعتمدوا البائعين، نعطيهم لي كونسيي، حبينا نسميهم لي كونسيي بيسكو بائعين، لازم نفورميهم. عندنا لي بيولوجيست في الجزائر راهم مرميين ما لقاوش مناصب عمل، احنا ماذا بينا البيولوجيست هذو نجيبوه هما باش يبيعوا لنا في المحلات تاع التجزئه هذو. لا سيرتيفيكاسيون ميتون تاع لي برودوي هي لا بليس امبورطونت. لا سيرتيفيكاسيون تندار على زوج حوايج، اولا نقبل من المنتوج ما نحطوه في المارشي، تندار على سيرين باز دو دوسيي تكنيك، معناتها اوراق، تجيب لي الورقه الفلانيه، تجيب لي لومبالاج، تجيب لي كما تكلمنا قبل حبه كما تكلمنا. ولكن الاهم سي من بعد ما يكون المنتوج في البرودوي، معناتها واحد استهلك المنتوج صار له مشكل بين يتصل، وهذا هذا الاشكال الكبير، هذا الاشكال الكبير. من يضمن حق المستهلك هنا؟ حق التيرم سيونتيفيك سميو فارماكوفيجيلونس، معناتها اتباع البرودوي بعد ما هو في المارشي. لاسوسياسيون اللي لا راه هنا باش دير الاحصائيات هذو كامل، اي واحد كلام برودوي وصار له مشكل يتصل بالجمعيه، الجمعيه راح تاخذ من بعد الاجراءات اللازمه مع وزاره التجاره ولا وزاره الصحه. هنا اشكال كبير استاذ، لا موجوده في القانون، لكن هنا يعني واحد جزائري راح شراء هاد الاعشاب هاد المكملات هنا في الجزائر ويصرى له مشكل، شكون يضمن له؟ يعني من يضمن حق هذا المستهلك؟ هذه اللي كنا نتكلموا عليها، لازم رقابه قبليه على هذا المنتوج قبل ان يعرض للتسويق، ها، وفيه رقابه بعديه، رقابه بعديه، هل هذا المنتوج يسوق في ظروف ملائمه تحافظ على صحه المستهلك وسلامته ام لا؟ اما عن الشق اللي كنا نتناقشوا فيه الان عن حمايه المستهلك، موجوده في القانون، كاينه الحمايه الذاتيه، انا مضرور من فعل ما شريت هذا المكمل الغذائي تاعك تسبب لي في اخطار، الجا بنفسي الى القضاء، الى النيابه العامه، نقدم شكوى. القانون يحدد يقول انه ضرر جراء ادويه او مكملات غذائيه. كل شيء، كل من تسبب بضرر للغير. هذا المبدا العام. اكثر من ذلك، المشرع الجزائري مشى في الطرح اللي كان يتكلم فيه الاستاذ. اعطى الحق لجمعيات حمايه المستهلك ان تتاسس كطرف مدني امام القضاء نيابه عن المستهلك. انا ضريت وما عنديش الامكانيات وما نعرفش، نروح للجمعيه هذه نقول لهم جماعه اني شريت مكمل اني ضريت، هما يمشيوا للقضاء نيابه عني ويقدموا شكوى ضد منتج هذا المكمل الغذائي. اليوم اخرون اذا سمحتي بين قوسين برك، المواطن راهو في حيره، المستهلك في حيره، كيفاش المنتوج هذا تطلقوا وتحطوا في الصيدليه يتباع وعشية وضحاها تجي تلغيه؟ المواطن راهو في حيرة من أمره. احنا كقانونيين عارفين الخلل وراه، الخلل في الرقابة القبلية ما كانش فيه تسهيلات. جيت انت قلت لنا وكذا مليح، ما عطينا الكف تسهيلات، خرجت المنتوج تاعك للمستهلك بدون ضمانات. او ربي اللي يلطف في بعض الحالات، رب العالمين اللي يلطف في بعض الحالات، يعني انا هنا التدخل تاع الدولة تاع الحكومة في وقف بعض المكملات وكذا، معليش يكون تدخل مؤقت إلى حين ترتيب السوق تاع هذه المواد هذه، إلى حين ماهوش راح يقطعوها أبديا. احنا للظرف في جهتنا وفي كل ربوع الوطن ما زلنا نعالجوا بالأعشاب، وما تقدرش تمنعني نروح نشري تيزانة من عند الآخر، ما تقدرش صحيح. لكن توقف مؤقتا، نعم نحن مع ذلك إلى حين ترتيب الامور من الناحيه القضائيه. نعم ترتيب البيت. نعم استاذ عبد الرزاق عقباش، في اخر سؤال، هل هناك مكملات غذائيه هنا في الجزائر واعشاب من هذا النوع وزيوت ضاره تضر بصحه المستهلك وما زالت تمشي في اسواقنا؟ ما زالت، ما نقدرش نقول كانت كاينه قبل الضجه هذه، كانت كاينه منتوجات، حتى المنتوجات لا اتحدث عن الاسم، انما يعني لا مش الاسم، انا التركيبه هذا انا كتركيبه. لا الضر وراه كي يكون البرودوي ماهوش ناتورال، هوش كان عندنا مشكل في الجزائر. الحيروين انه نحكيو على الوزاره ولا المديريات، الحيره انا كي تهبط للتيران، كي تهبط للاسواق، لي برودوي معروفين
واللي بروديكتور معروفين راهم يديروا في مشاكل هذو. هاي اذا ما نقدروش نديروا رقابه كون ما نستعملوش هذا لو تيران ونستعملوا الناس اللي راهم في لو تيران كوم بران دروا تاعنا ونشاركوهم في الرقابه تاعنا. اذا جو بونس ملي بالضجه هذه ومع المشاكل الاخرى هذه كاين بزاف من المنتوجات وكاين من المنتوجين اللي داروا شويه رجوع الى الوراء وبداو. وانا نقول لهم من هذا المنبر باللي المكونات هذو الكيميائيه اللي خاصه راها في بعض من المواد الطبيعيه راهو من السهل اللي راهم يديروا في الجزائر من السهل باش نكتشفوهم. روحوا عند لابوغاتوار اللي عنده انا باغي يعيطوا له اش بي ال سي نعطيه في ظرف 30 دقيقه يقول لي هذا العجنه هذه والله فيها المشكل المكون هذا الفلاني بلا كونسلطاسيون فنيه. اذا باش يشوف على بالهم برك باللي الحاجه اللي راهم يديروا فيها راه من السهل جدا نهضر على المكونات الكيميائيه اللي راهم في المارشي تاعنا من السهل جدا باش نلقاوها. اذا انا نقول لهم لاسوسياسيون اللي راح نديروها راهي هنايا لنا كامل وليهم كامل. اي واحد عنده منتوج مصنع ولا امبورتاتور مستورد ولا يحب يسوق منتوج يجي لنا مرحبا به. الا كاين مشكل حنا نعاونوه. هذا الغرض هذا هو الغرض تاع لاسوسياسيون. اول حاجه سي لاكومبانيمون تاع لي زاندستريال هذو. دونك على بالنا ناقصين في الاكسبرتيز ناقصين في الطاقم القانوني نعاونوهم اوني لا بور لو مرحبا بهم. داير اللقاء نعرضهم اللقاء غدوه ان شاء الله في لوتيل جاردي باب زوار. دونك اي واحد حب يستفسر يحب يعاوننا في الجمعيه هذه مرحبا بها غدا ان شاء الله 10 صباحا في لوتيل جاردي باب زوار. ان شاء الله تصل الجزائر لحل ازمه اخرى يعني طفت على السطح خلال هذه الايام أزمة هذه العقاقير وهذه المكملات الغذائية وهذه الأعشاب وهذه الزيوت. شكرا جزيلا للأستاذ عقباش عبد الرزاق وشكرا للأستاذ نجيب بطام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.